محمد ومعتصم والبقية هواة تمثيل مسرحي يرسمون بعروضهم معاناة السوريين التي ربما تنسيهم معاناتهم بتأمين مكان لعرض أفكارهم التي غالبا ما تبقى حبيسة الستار المزدل عليها لضعف إمكانياتهم المادية. مسرحيتنا متعددة الأفكار ومتعددة المشاهد، ومن مشاهد المحقق والمعتقلين. المحقق هو بيورجي فكرة المحققين شلون كانوا يعني شلون كانوا يعاملوا الشعب وشلون كانوا يظلمون يعني. خشبة المسرح هي منبرنا الحر، نعبر فيه عن آرائنا ونلامس الواقع الذي نعيشه من خلالها. بهذه الكلمات يختصر نعمان لنا دوره وباقي أصدقائه ضمن فريق وجع الذي يعيش تجربته الأولى في مسرحية أطلق عليها أعضاؤه كوابيس الحرية. هاي المسرحية صارت على الطريقة البريختية مثل ما يسموها، طريقة بريخت بالمسرح، كسر الجدار الرابع، يعني أي لعبة مسرح داخل مسرح. نحن فرقة مسرحية عم تقدم للعالم، في بيننا تماس بيننا وبين العالم. طبعا هي من الكوميديا السوداء، يعني شر البلية ما يضحك، لأنه فعلا يا حرام المواطن السوري صار شر البلية مضحك، فلذلك سميناها كوابيس الحرية. عدة قضايا تم طرحها على خشبة المسرح من خلال هؤلاء الذين يعتبرون هدفهم الأول من هذا العمل هو تسليط الضوء على حالات الفساد في المنظمات الإنسانية الذين يعملون لبناء مؤسساتهم على معاناة شعب أعيته الحرب منذ 6 سنوات. المعتقلون في سجون النظام الذين يمثلون شرارة الثورة كانت قضيتهم حاضرة على المسرح ضمن فقرة خيم فيها الحزن على نفوس الحاضرين، واستحضروا فيها عشرات الصور لمعتقلين ما زالوا مغيبين في غياهب السجون ليكونوا دافعا للاستمرار حتى تحقيق حريتهم. لأنه في تفاصيل بالمعتقل ما حدا بيعرفها، ما حدا بيتخيلها يعني، ولكن نحن عم نجيب تفاصيل صغيرة من ناس معتقلين سابقا ونسقطها على المسرحية. كوابيس الحرية مبادرة شبابية يعتبرها القائمون نواة لعروض مستقبلية يخرجون بها من ضجيج الحرب والموت بطريقة ناقدة تعري الفاسدين في المجتمع السوري بطريقتهم الفكاهية.